هاد الدورة 24 غت نطلق واحد المرحلة جديدة، لأن غنحتفلوا بالتصنيف ديال التراث ديال ثقافة قناوة في التراث العالمي اللامادي الإنساني من طرف اليونسكو. هذه نتيجة جد مهمة، هذا اعتراف بالعمل اللي قمنا به منذ 25 سنة مع جميع الناس اللي شاركوا في هذه التجربة. هذه التجربة اللي كتبين المواهب وكتشرف بلادنا على الصعيد الدولي، وهذه الدورة كذلك هذا الرجوع للمكان ديال المهرجان اللي هو مدينة الصويرة اللي كترحب بالمهرجان منذ 1998، وكنشكروا جميع السكان ديال المدينة اللي كيشاركوا في النجاح ديال هذا الموعد الثقافي الجد مهم.